السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نتكلم مع بعض عن سبتوبيك جديد فيما يطلق عليه الـ Even and Odd Signals. في البداية بيبدأ يعرف لي يعني ايه السيجنال انها تبقى even، فبيقول لك بيطلق على السيجنال even لو it is identical to its time reverse. كلمة time reverse دي احنا شفناها فين؟ شفناها في الفيديو بتاع لما كنا بنتكلم عن الـ transformation for the independent variable. كنا بنقول والله ان انت لو انت عندك x of t يبقى time reverse اسمه x of minus t، وده بيجي من x of t ازاي؟ بيجي ان انا برسم الجزء اليمين شمال والشمال يمين، كما لو كنت انت حاطط مراية double face عند الـ y axis، فالجزء ده بيشوف نفسه هنا والجزء ده بيشوف نفسه هنا. فلو لقيت ان الدالة بتاعتك او السيجنال بتاعتك متماثلة حوالين المحور واي، في الحالة دي لو انت عملت دوران حوالين المحور واي ب 180 درجة هتلاقي ان السيجنال دناتها زي ما هي. في الحالة دي ان x of t تساوي x of minus t، يبقى في الحالة دي لو الشرط ده تحقق بنقول على ان السيجنال دي سيجنال even signal، يعني سيجنال زوجية. يعني ايه مرة تانية؟ يعني لو انا مثلا النقطة دي وليكن هي t، فدي النقطة تبقى اسمها x of t. طب لو انا خدت بدل t خدت minus t يبقى همشي نفس البعد ده بس في الاتجاه النيجاتيف، يبقى همشي هنا، يبقى دي الماينس تي، هلاقي ان الاكس اوف ماينس تي تساوي الاكس اوف تي. يبقى اذا لو لقيت الشرط ده متحقق معايا هقول عن السيجنال دي السيجنال ايفن سيجنال. بينما السيجنال يقال عليها اود لو هي ميرورد اراوند البوينت 0 و 0. يعني ايه الكلام ده؟ كلمه ميرور يعني مرايه. يعني هو انا بتشوف نفسي في المرايه ازاي؟ بشوف صورتي في المرايه نفس بعدي انا عن المرايه، بيبقى بعد الصوره عن المرايه، تمام. يبقى انا لو النقطه دي اسمها x of t والمرايه هنا، يبقى النقطه دي لو شافت نفسها في المرايه هتاخد خط مستقيم وهتمشي نفس المسافه ما بين النقطه والمرايه، هتبقى نقطه نفس البعد بين صوره النقطه والمرايه، هتبقى النقطه ايه؟ النقطه دي هتبقى هنا كده نفس البعد، يبقى هنا هيبقى النقطه دي هتبقى هي الصوره دي بس اراوند الميرور. اراوند مين الميرور؟ اللي هي بوينت 0 0. جميل جدا. طب لو انا خدت كل نقطه بقى بالمنظر ده، ان النقطه دي هتشوف نفسها فين؟ اهو خد نفس البعد وامشي على نفس الخط المستقيم هتلاقي نفسك هنا. هتلاقي ان الجزء ده موجود هو بالكامل هنا بس اتقلب خد اشاره نيجاتيف. يعني لو كل ده بوزيتيف خد كله اشاره نيجاتيف، معناها ان لو النقطه دي اسمها اكس اوف تي ايه علاقتها باكس اوف ناقص تي؟ هتلاقي ان الفيرتيكال ديستانس دي هي يعني الاكس اوف تي هتساوي الاكس اوف ماينس تي بس مضروبه في اشاره ايه؟ نيجاتيف. اهو يبقى الكونديشن الرياضي بتاعها ان اكس اوف تي تساوي ماينس اكس اوف ناقص تي. في الحاله دي لو انت خدت بالك ان لو عشان ده يتحقق يبقى لازم تكون عند الزيرو بزيرو. ليه؟ لان لو تي بزيرو هتبقى ناقص زيرو بزيرو برضو، هيبقى اكس اوف تي تساوي ناقص اكس اوف ناقص تي؟ لا، يبقى اذا لازم يتساوي، يبقى اذا عند الزيرو لازم تبقى ايه؟ زيرو. يبقى اذا من الشرط ده اقدر اطلع بملحوظه مهمه جدا، ان اي سيجنال اود هلاقيها عند الصفر بصفر. الاقي عند الصفر بايه؟ عند التي بتساوي صفر، الاقي ان اكس اوف صفر بصفر، الاقي ان الاكس اوف صفر ايه؟ بصفر، تمام. يبقى اذا ده الديفينيشن الرياضي للاود سيجنال، ان هي الاكس اوف تي تساوي ماينس اكس اوف ماينس تي، بينما لو هي اكس اوف تي تساوي اكس اوف ماينس تي يبقى الداله دي ايفن سيجنال. هنقول على السيجنال دي ايفن سيجنال. هم خلصوا من باستخدام العلاقتين دول لقوا في حاجة جميلة جدا. قال لك أي سيجنال في الدنيا يمكن كتابتها أو تحليلها لجزئين، جزء even part وبنرمز له بالرمز xe of t، أو بنرمز له بالرمز ده وبيطلق أو بيقرأ even part للسيجنال x of t. وده بيجيبه منين؟ قال لك لو أنت جمعت السيجنال مع التايم ريفيرس بتاعه وقسمت على اتنين ده يديك الايفن بارت، ولو طرحتهم وقسمت على اتنين ده يديك الاود بارت، وانت لو جمعت الاتنين دول مع بعض يديك السيجنال اكس اوف تي مره تانية. يبقى اذا لو هو طلب منك ان انت تجيب الايفن بارت والاود بارت لسيجنال، اقدر اتحقق من حل ازاي؟ ان انا لو جمعتهم الاتنين مع بعض يديني السيجنال الاصلي. طب هم جابوا الكلام ده منين؟ يعني جابوا ان انا منين لو انا جمعت سيجنال مع التايم ريفيرس يديني وقسمت على اتنين يديني ايفن سيجنال؟ تعالوا نشوفها كده من خلال رسم توضيحي. هنفترض جدلا ان دي السيجنال اكس اوف تي، لو انا عايز اكس اوف ماينس تي التايم ريفرس بتاعها بتنزل هي الداله بس معمول لها دوران 180 درجه حوالين المحور ده، فهيبقى الشكل ده، هيبقى الشكل اللي قدامي ده. طب جميل جدا. هل بقى لو انا جمعت السيجنال الاثنين سيجنالز دول مع بعض
هل هيديني ايفن سيجنال؟ تعال نشوف. لو انا جمعت الكلام ده هلاقي ان الجزء ده بيجي مع الجزء ده يمين الواي اكسس، والجزء ده بيجي مع الجزء ده شمال الواي اكسس. طب مش الجزء ده هو ده وده هو ده؟ يبقى مجموع الجزء اليمين يساوي مجموع الجزء الشمال ولا لا؟ يعني مثلا لو انا قلت ان دي اسمها اكس ار ودي الجزء ده اسمه اكس ال، مش هلاقي ان القيمه دي هي القيمه دي بالظبط؟ انا ماليش دعوه بالتي بغض النظر عن فاليو بتاعتي، انا بتكلم على الاكس وفي تي. يبقى الفاليوز دي مش هي هي نفس الفاليوز دي، يبقى ايضا يمكن يطلق على الجزء ده اكس ار، والجزء ده يمكن يطلق عليه، ممكن ان نطلق عليه ايضا اسمه الاكس ال. يبقى في حاله الجمع ان انا بجمع الاثنين مع بعض السيجنال مع التايم ريفرس بتاعها، هلاقي ان المجموع يمين الواي اكسس يساوي، هجمع ده زائد ده هيديك اكس ار بلس اكس ال. طيب والكلام ده في شمال المحور، المحور واي، هلاقي ان عباره عن اكس ال بلس اكس ار، والمجموع تبادلي، يعني اقدر اقول ان هي اكس ار بلس اكس ال ولا لا؟ يبقى ده بيساوي اكس ار بلس اكس ال. ايه علاقه الكلام ده الجزء ده بالجزء ده؟ مش هما بالظبط؟ يبقى اذا يتساوي حوالين المحور ايه؟ واي. يبقى اذا الداله دي اصبح المجموع ده ايه؟ المجموع ده متماثل حوالين المحور واي. يبقى اذا ده شرط مين؟ ارجع كده تاني، لما يكون السيجنال متماثله حوالين المحور واي بنقول ان السيجنال دي ايه؟ ايفن سيجنال. يبقى اذا المجموع ايفن، فلو قسمته على اثنين طبيعي ان الناتج هيطلع لك ايفن. طيب هل الكلام ده في حاله الطرح هيديني اود سيجنال؟ تعال نشوف. لو انا طرحتهم هلاقي ان ده عباره عن اكس ار ماينس اكس ال، يبقى ده عباره عن اكس ار ماينس اكس ال. طب الكلام ده هنا هيبقى ايه؟ اكس ال ماينس اكس ار، يبقى اكس ال ماينس اكس ار. طب هل الكلام ده بيساوي من نيجاتيف ده؟ تعال نشوف. لو انا خدت من هنا اشاره عامل مشترك، يعني الاشاره نيجاتيف عامل مشترك، لو خدت كده نيجاتيف عامل مشترك يتفضل لي هنا ان ده عباره عن اكس ار ناقص اكس ال. الله، يبقى الاثنين، يبقى ده بيساوي ناقص ده. يبقى الجزء اليمين ده لما طرحت ده ناقص ده، بينما هنا طرحت ده ناقص ده، فطلع لي ان الجزء اليمين يساوي الجزء الشمال بس ايه؟ مضروب في نيجاتيف. مضروب في ايه؟ في نيجاتيف. يبقى في حاله الطرح ده كونديشن بتاع مين؟ اهو ان الجزء اليمين يساوي الجزء الشمال بس مضروب في نيجاتيف، ده الديفينيشن بتاع مين؟ بتاع الاود سيجنال. يبقى اذا لو انا طرحت بقى الكلام ده لاي سيجنال، لاي سيجنال في الدنيا، ان انا طرحت السيجنال ناقص التايم ريفرس بتاعها، ده هيديك اود ايه؟ اود سيجنال، هيديك اود ايه؟ سيجنال. وبالتالي خد بالك برضو عند الصفر هتلاقي ان ده ناقص ده هنا برضو هيديك صفر، وبالتالي يتحقق الشرط التام للاود سيجنال، وبالتالي حاصل الطرح هيبقى اود، وحاصل المجموع هيبقى ايفن. فلو قسمت على اثنين برضو الاود هتدنيها اود والايفن هتدنيها ايفن، وبالتالي ده بيثبت لنا ان فعلا لو انا جمعت السيجنال مع التايم ريفرس بتاعها هيديني ايفن سيجنال، بس لو قسمت على اثنين هجيب الايفن بارت للسيجنال اللي انا كنت بتكلم عليها، واللي في حاله الطرح هيديني الاود بارت للسيجنال اللي انا كنت بتكلم عليها. طيب انا لسه لحد دلوقتي مش مقتنع وعاوز اتاكد من كلام بتاع حضرتك. طيب ما تيجي نشوف الكلام ده من خلال مثال. هنفترض جدلا ان السيجنال بتاعتي الاكس اوف تي هي عباره عن المثلث ده، الترينجل ده، في الرينج من ناقص واحد لواحد وزيرو اذر وايز. زيرو اذر وايز يعني ايه؟ يعني كانت قبل الناقص واحد بصفر، وكانت بعد الواحد برضو بصفر. تمام؟ يبقى اذا التايم ريفرس بتاعها شكله عامل ازاي؟ هو نفس المثلث كما لو كان عامل دوران 180 درجه حوالين الواي اكسس، فهلاقي ان الكلام ده متحقق معايا هنا كده اهو. يبقى اذا ده كده هناخدها بقى من هنا ورايح، ان انا مجرد ان انا اديك رسمه معينه وما رسمتكش لك حاجه تانية، فانت هتفترض ان هي خارج النطاق ده بزيروز، خارج النطاق ده ايه؟ بزيرو. يبقى اذا السيجنال الاولى كانت عباره عن تريانجل في الرينج من ناقص واحد لواحد، والميرور بتاعها يبقى هو التريانجل. خد بالك اهو الجزء اليمين جه شمال والشمال جه يمين. يبقى اذا السيجنال دي عملت دوران 180 درجه حوالين الواي اكسس. يبقى اذا ده اسمه اكس اوف ماينس تي. تعالى نجمع ونقسم على اثنين ونشوف هل الناتج ده ايفن ولا لا، وتعالى نطرح مره ثانيه ونقسم برضه على اثنين ونشوف الناتج ده اذا كان هو اود ولا لا. تعالى نجمع ونقسم على اثنين مره ونطرح ونقسم على اثنين مره ثانيه. طيب تعالى في الرينج
من قبل الناقص واحد. هنا الدالة دي بصفر والدالة دي بصفر، فالمجموع بصفر وتقسم على اتنين هيديك الناتج بصفر. يعني من عند الناقص واحد ولحد الناقص انفينيتي المجموع مقسوم على اتنين بايه؟ بصفر. حلو جدا. طيب عند الناقص واحد احنا قلنا بنجمع تو سيجنالز زي الاول. الاول ان انا بحدد مجموعة الكي بوينتس بتاعتي. يعني ايه كلمة كي بوينت؟ احنا شرحنا في فيديو سابق قبل كده قلنا الكي بوينت هي النقط اللي عندها الدالة بيحصل لها تشينج في البيهيفير بتاعها. يعني ايه تشينج في البيهيفير؟ تعال نشوف. الدالة دي كانت ثبات، ثبات عند الصفر لحد النقطة ماينس وان، وبعدين بدأت تتزايد، يبقى من ثبات لتزايد يبقى حصل تشينج في البيهيفير، يبقى عند الناقص واحد دي في كي بوينت، يبقى الكي بوينت في موجودة عند الناقص واحد. طيب في تزايد 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 استمر لحد الواحد وبعدين نزل نزول مفاجئ لحد الصفر، يبقى اذا في حصل تشينج في البيهيفير، يبقى عند الوان في كي بوينت تانية. طيب بعد الواحد في ثبات تام عند الصفر لحد ما لا نهايه، يبقى اذا بقى خلصت ان في عندي اتنين كي بوينت عند الناقص واحد والواحد. طيب لما جيت اعمل تايم ريفرس لحسن حظي في المثال ان هم هيطلعوا نفس الكي بوينتس بتوعي بالظبط. طب لو ما طلعوش بجيب الكي بوينتس الجديده وبعمل يونيون ما بينهم، يبقى عندي الكي بوينت اللي طالعه في الناتج هيبقى اليونيون ما بين الاثنين. انا هنا عندي برضو هيبقى هنا برضو في كي بوينت عند النيجاتيف 1 لان كان جاي من ثبات عند الصفر وبعدين طلعت من صفر لواحد، يبقى في تشينج في البيفير من الثبات للصعود، وبعدين هتبدا تتناقص تناقص تناقص، وبعدين التناقص ده هيقف عند الواحد للثبات تاني، يبقى حصل تشينج من التناقص للثبات، يبقى عندي في عند الواحد برضو في كي بوينت. حلو. كل اللي مطلوب منك طالما العلاقه لينير هنا والعلاقه لينير هنا، لينير هنا، هتجيب المجموع عند الكي بوينتس دي هتجمع فوق وتحت، وبعدين توصل ما بينهم بصوره خط مستقيم، لان ساعتها العلاقه دي خط مستقيم ودي خط مستقيم، فهتوصل ما بينهم في صوره خط مستقيم. جميل جدا. طب تعالى كده نشوف هي قيمه الداله عند الكي بوينت دي بكام؟ بصفر. يبقى انا هجمع صفر. جميل جدا. تجمعه على ايه؟ هنا في تشينج، في ترانزيشن. الترانزيشن ده هل هو من صفر لواحد ولا من واحد لصفر؟ الكلام ده برضو احنا وضحناه في فيديو سابق، قلنا ببص للسيجنال وانا جاي من عند الناقص انفينيتي، انا جاي من الصفر وطلعت لواحد، يبقى عندي تشينج منين؟ من صفر طالع لواحد، يبقى هو ده اللي تشينج، مش من واحد لصفر. خلاص. يبقى انا ببص لها انما كما لو كنت انا جاي من عند الناقص انفينيتي، فانا جاي من عند الصفر قفزت قفزه للواحد، يبقى الترانزيشن بتاعي من صفر لواحد. يبقى هجمع مره الصفر على الصفر هيديني صفر، وهجمع الصفر على الواحد هيديني واحد. يبقى نتيجة الجمع هو ترانزيشن من صفر لواحد بس مقسوم على اتنين، يبقى ترانزيشن من صفر لكام؟ لنص. يبقى انا هطلع ترانزيشن اهو من صفر وهطلع لحد النص واقف النص اهو، ورحت واقف خلاص لان ده النص اهو، يبقى انا جيت وقفت عند النص، يبقى انا وقفت عند النقطة دي كده. جميل جدا. طيب الكي بوينت التانية هنا عند الواحد ولا عند الواحد؟ طيب هنا في ترانزيشن من كام لكام؟ هل من صفر لواحد ولا من واحد لصفر؟ انا جاي هنا اهو من عند الناقص انفينيتي، كنت وصلت لواحد وبعدين نزلت، يبقى بقى في ترانزيشن من واحد لحد مين؟ لحد الصفر. طيب في الحاله دي انت هتجمع عليه ايه؟ صفر. يبقى هتجمع مره الواحد على الصفر بواحد والصفر زائد صفر بصفر، يبقى الترانزيشن بتاعك هيديك من واحد لصفر بس مقسوم على اتنين، يبقى من نص لحد صفر. يبقى هتيجي عند الواحد هتيجي من عند النقطه نص كده عند القيمه نص، وهتنزل لحد الصفر، يبقى ده الترانزيشن الناتج عند الواحد. طيب الترانزيشن ده نهى عند البوينت دي، والترانزيشن ده ابتدى من عند البوينت دي، هتوصل الطرفين ببعض، يعني هتوصل نقطة البداية هنا مع نقطة النهاية هنا في صورة خط ايه؟ مستقيم. في صورة خط مستقيم ليه مرة تانية؟ لأن العلاقة هنا لينير عبارة عن خط مستقيم، والعلاقة أيضا هنا لينير خط مستقيم، يبقى حاصل المجموع هيديك لينير بارت برضو اللي هو من عند البوينت دي لحد البوينت دي، يبقى اداك الريكتانجل ده لحد هنا. طب فيما بعد الواحد هنا بصفر وهنا بصفر، يبقى المجموع مقسوم على اتنين برضو هيديك صفر، يبقى ده الدال الناتج اللي طلع لك. طيب هل الناتج اللي طلع لك ده ايفن سيجنال؟ يعني هل هو متماثل حوالين المحور واي؟ اه فعلا هو متماثل فعلا حوالين المحور واي، يبقى اذا نطلق عليه ده ايه؟ الايفن بارت للسيجنال اكس اوف تي، اللي هو جه منين؟ جه من ان انا جمعت x of t زائد x of ناقص t، والمجموع ده قسمته على 2، قسمته على ايه؟ ال 2، لان الناتج هنا كان من 0 ل 1 بقى من 0 لنص، وهنا كان من نص من 1 لحد 0 بقى من نص لحد 0، تمام؟ طيب انا كده اتاكدت وجبت الايفن بارت. طب هل اقدر اجيب بنفس الطريقه الاود بارت؟ هل لو طرحته وقسمت على 2 هيديني الاود بارت؟ القانون بيقول لي كده.
طب تعالى بنفس الطريقه، يبقى لازم برضو هنا تحدد الكي بوينتس بتاعتك. قلنا بقى خلاص من غير مرسم الاصفار هنا والاصفار هنا، طالما هو محددها لك في الرينج ده بس، انت هتفترض جدلا حتى لو هو مش قايل لك، هتفترض ان هو خارج النطاق ده بزيروز، يبقى قبل الناقص واحد هنا صفر وهنا صفر، يبقى قبل الناقص واحد انت هترسم اصفار. تمام. طيب عند الناقص واحد هنا الداله بكام؟ بصفر. تمام. طيب هتطرح منها مين؟ هتطرح منها الترانزيشن ده. الترانزيشن ده قلنا 100 مره انا جاي من عند الناقص انفينيتي اهو، يبقى طلعت من صفر لواحد، يبقى هطرح منه ترانزيشن من صفر لحد واحد، يبقى نتيجه الطرح ده يبقى صفر ناقص صفر بصفر، وواحد ناقص صفر وصفر ناقص واحد بناقص واحد، يبقى الترانزيشن ده لما اقسمه على اثنين هيديك ترانزيشن من صفر لناقص نص، يبقى هتيجي كده من صفر لحد الناقص نص وتعمل ترانزيشن، يبقى هتقف هنا كده وتنزل لحد مين؟ لحد الناقص نص اهو، الناقص نص اهو. تمام. وهتقف، يبقى كده ده الترانزيشن اللي حادث عند مين؟ عند الناقص واحد. طيب تعال نشوف الترانزيشن اللي عند الواحد. هنا ترانزيشن من كام لكام؟ من واحد لحد زيرو. من واحد لزيرو ليه؟ لان انا جاي من عند الناقص انفينيتي اهو، كنت عند الواحد وبعدين نزلت عند الصفر، يبقى الترانزيشن ده من صفر لواحد. وهنا مفيش ترانزيشن خالص، في صفر، يبقى هطرح منه صفر، يبقى الناتج طالما هطرح منه صفر هيدانه هو نفس الترانزيشن من واحد لصفر بس مقسوم على اتنين، هيبقى الترانزيشن ده من نص لحد صفر. يبقى هاجي من عند النقطة واحد وهعمل ترانزيشن من عند النص اهو، يبقى هعمل كده بوينت عند النص الاول وبعدين انزل منها لحد الصفر، يبقى ده ترانزيشن الناتج عند الواحد. طيب اعمل ايه ما بين الترانزيشن ده والترانزيشن ده؟ نقطة النهاية هنا توصلها بنقطة البداية هنا، يبقى لما تيجي في صورة خط مستقيم، لان هنا العلاقة لينير والعلاقة هنا لينير، يبقى لو انت جيت توصل خط مستقيم ما بين النقطتين دول اهو هيديك الشكل ده كده. يبقى اذا هل السيجنال اللي طلعت لي طبعا بعد الواحد هنا بصفر وهنا بصفر، يبقى لما اجي اطرحهم من بعض برضه هيديني صفر، يبقى اذا بعد الواحد برضه السيجنال دي هتديك صفر، يبقى اذا ده الشكل الناتج بتاعي. هل السيجنال اللي طلعت لك دي اود؟ تعال نشوف، يعني هل دي ميرورد حوالين الزيرو؟ فعلا الجزء ده كالتراينجل الحته دي كما لو كان جه هنا بس انضرب في نيجاتيف، يعني نزل لتحت، والجزء ده جه هنا بس كما لو كان انضرب في نيجاتيف فطلع لفوق، وفعلا يبقى هي ميرورد اراوند الزيرو، وعند الزيرو بزيرو فعلا، يبقى اذا الناتج ده طلع لي ان هو اود بارت تماما. طيب انا اتاكدت ان ده ايفن وتاكدت ان ده اود، طب انا فاضل لي خطوه واحده بس عشان اتاكد ان حلي سليم 100%. ايه هو؟ ان المفروض ارجع كده تاني، ان انا لو جمعت التو بارتس مع بعض يديني الداله الاصليه تاني. طيب هل لو انت جمعت البارت ده مع البارت ده يديك السيجنال اللي فوق دي؟ تعال نشوف. قبل الصفر هنا بصفر وهنا بصفر، يبقى اذا قبل الناقص واحد، سوري قبل النيجاتيف 1 هنا الجزء ده بصفر والجزء ده بصفر، يبقى قبل النيجاتيف 1 مش هرسم حاجه، يبقى ارسم ايه؟ صفر بس اهو، يبقى اذا ارسم صفر. جميل جدا. طيب عند الناقص واحد هنا في ترانزيشن من كام لكام؟ من زيرو لنص، يبقى عند الصفر في ترانزيشن من زيرو لحد النص. حلو جدا. طيب وهنا في ترانزيشن من صفر لحد الناقص نص، يبقى في ترانزيشن من صفر لحد الناقص نص. طيب لما تيجي تجمعهم مع بعض هيديك الصفر زائد صفر بصفر، والنص هيطير مع الناقص نص هيديك صفر، يبقى اذا عند البوينت ناقص واحد هترسم صفر فقط لا غير. جميل جدا. طيب عند الواحد هنا في ترانزيشن من كام لكام؟ في ترانزيشن هنا من نص لحد الزيرو، وهنا في ترانزيشن ايضا من نص لحد الزيرو، يبقى هجمع عليه ايضا ترانزيشن من نص لحد الزيرو، يبقى المجموع هيديك ترانزيشن من واحد لحد الزيرو. الكلام ده عند الواحد، يبقى هاجي عند الواحد واعمل ترانزيشن دي النص، يبقى الواحد بتاعه اهو، يبقى هعمل عند البوينت كده عند القيمه واحد وانزل لحد الصفر. جميل جدا. بتعمل ايه ما بين التو ترانزيشن؟ انت واقف هنا عند النقطه دي وابتديت هنا من عند النقطه دي، توصل ما بينهم خط مستقيم اهو. ليه اوصل بينهم خط مستقيم؟ لان العلاقه لينير، هنا خط مستقيم وهنا خط مستقيم، هنا بعد الواحد هنا بصفر وهنا بصفر، يبقى بعد الواحد ايضا الداله تثبت عند صفر. بالله عليك مش السيجنال دي هي دي بالظبط؟ يبقى اذا يبقى انا اتاكدت تماما ان حلي مظبوط ولا لا، ان انا لما جمعت الاود بار مع الايفن بارت طلع لي السيجنال الاصليه، وتاكدت ان الايفن بارت ايفن، وتاكدت ان الاود بارت اود سيجنال، يبقى انا كده حلي سليم تماما، وكده انا اقتنعت بالمقوله اللي بتقول ان اي سيجنال في الدنيا يمكن تحليلها لجزئين، جزء ايفن بارت
وبيرمز له بالرمز ده وبيقرا الايفن بارت للسيجنال اكس اوف تي او بنسميه اكس اي اوف تي، وجزء اود بارت اللي هو بنرمز له بالرمز ده وبيقرا الاود بارت للسيجنال اكس اوف تي او بنسميه اكس او. الايفن بيجي من جمع السيجنال مع التايم ريفرس ومقسوم على 2، بينما الاود هو حاصل الطرح مقسوم على 2. يبقى حاصل المجموع مقسوم على 2 يديك ايفن، وحاصل الطرح مقسوم على 2 يديك اود. جميل جدا الكلام ده. هم قالوا لك في 2 نوت كمان يساعدوك كتير في حل من كتير من المسائل اللي هي اللي هم ايه الاثنين نوت. قال لك حاصل ضرب اي 2 ايفن او اي 2 اود سيجنالز الناتج يديك ايفن سيجنال، بينما لو واحده اود وواحده ايفن حاصل الضرب ده هيبقى اود. يبقى لو انت بتضرب 2 زي بعض سواء الاثنين ايفن او الاثنين اود هيديك ايه الناتج ايفن، يعني زي البلس والنيجاتيف كده، ان انت ضربت 2 قيمتين بوزيتيف او قيمتين نيجاتيف هيديك الناتج بوزيتيف في كل الاحوال. هنا برضو نفس الكلام، ان انت لو ضربت 2 ايفن في بعض، 2 ايفن سيجنالز في بعض او 2 اود سيجنالز في بعض هيديك الناتج ايفن سيجنال، بينما لو واحده اود وواحده ايفن هيديك الناتج ان هو اود سيجنال. طب الكلام ده مفيد في ايه؟ قال لك والله مثلا لو انا عايز احل مساله زي دي بيقول لي شوف لي كل واحده من الاكسات دي هل هي ايفن سيجنال ولا اود سيجنال. فلو انا بصيت ان انا ممكن افك السيجنال الاولانيه دي لاثنين سيجنال، واحده اكس اوف تي اكس 1 اوف تي تساوي تي، واكس 2 اوف تي تساوي كوساين تي. الكوساين معروف ان هي ايفن، واكس 1 اوف تي اللي هي تساوي تي دي اود سيجنال، لان عند الواحد بواحد وعند الناقص واحد بناقص واحد. يبقى اذا مستمره بقى كل عند تي تساوي قيمتها، هتلاقي انها متماثله حوالين البوينت 0 0، وعند الزيرو برضو بزيرو. يبقى اذا انت بتضرب ايفن سيجنال في اود سيجنال، يبقى اذا تستغل العلاقه دي ايفن في اود باود سيجنال، يبقى اذا تقدر تقول مباشره ان هي ان حاصل الناتج ده هيبقى اود سيجنال. بينما السيجنال رقم 2 انت بتضرب كوساين، قلنا الكوساين دي ايفن في ساين سكوير. خد بالك بقى، ساين هنا سكوير يعني ساين في ساين، يبقى الساين طول عمرها معروفه ان هي اود سيجنال متماثله حوالين البوينت 0. يبقى اذا هتلاقي متماثله حوالين البوينت 0 ازاي، جبناها منين؟ يعني مثلا الساين 90 بواحد وساين ناقص 90 اللي هي 270 بكام؟ هتلاقيها بناقص واحد، يبقى واحد مره ناقص واحد مره اللي هي متماثله حوالين البوينت 0. يبقى الساين دي اود سيجنال، بس خد بالك مضروبه في متساوي مرتين، يبقى اود في اود بايه؟ بايفن، مضروب في ايفن يبقى الناتج ده ايفن سيجنال. يبقى الناتج ده ايه؟ ايفن سيجنال. السيجنال الاخيره قلنا اكس اوف اكس 1 اوف تي تساوي تي دي اود، والساين لسه قايل لك من شويه ان هي اود برضو، يبقى اود في اود برضو هيديك الناتج ان هو ايفن سيجنال. ويبقى كده احنا خلصنا الجزء بتاع الاود اند ايفن سيجنالز. ننتقل بعد كده لموضوع البريوديسيتي. في البريوديسيتي بيقول لك والله هي يعني كلمه بريودك دي يعني ايه؟ الاول بريودك دي يعني بتتكرر، يعني متكرره. طيب وكلمه متكرره دي معناها ايه برضو؟ ان بعد مرور بريود ارجع لايه؟ لنفسي تاني، ارجع اكرر نفسي تاني. يبقى لو احنا افترضنا ان البريود دي اسمها كابيتال تي، يبقى بعد مروره بعد مرور الزمن ده اللي هو كابيتال تي، الاكس اوف تي ترجع لنفسها مره تانية، ترجع لنقطه البدايه مره تانية. هل في معنى تاني لكلمه البريودستي لمعنى كلمه التكرار؟ لا. يبقى كلمه ان السيجنال دي يطلق عليها بريودك، ده في حاله الكونتينوس تايم كيس مثلا، ان انا هلاقي ويز بريود كابيتال تي، وخد بالك الكابيتال تي دي لازم تكون بوزيتيف ونون زيرو. يبقى اذا هلاقي ان الاكس اوف تي بلس كابيتال تي يعني بعد مرور زمن اسمه كابيتال تي ترجع الاكس اوف تي لنفسها مره ثانيه. طيب الكلام ده خد بالك لازم يتحقق فور اول تي. كلمه فور اول تي دي خطيره جدا. ليه؟ معناها ان لازم الكلام ده يستمر عندك من ناقص انفينيتي لحد بلس انفينيتي. ما يبقاش الكلام ده متحقق في جزء من الزمن وفي الجزء وفي بقيه الاجزاء، لا. يبقى لازم يتحقق لكل تي، يبقى من عند ناقص انفينيتي لحد زائد انفينيتي. طب تعالى نشوف مثال كده. هل السيجنال دي ينطبق عليها الشرط اللي فوق ده؟ اهو لو السيجنال دي عباره عن التراينجل ده، هو ايه اللي حصل بعد مرور كابيتال تي؟ ان المثلث دي بادئ يرسم نفسه مره ثانيه، يبقى الاكس اوف تي راجع تكرر نفسها ثاني. يبقى اذا اقدر اقول ان السيجنال دي بريودك ولا مش بريودك؟ اهي خد بالك، يبقى الحته دي المثلث ده بيتكرر اهو، وبعدين بعد مرور كابيتال تي مره ثانيه، لو انا كنت واقف عند الكابيتال تي وجمعت كابيتال تي يبقى 2 كابيتال تي، ارجع ارسم المثلث ثاني وبعدين ارجع ارسم المثلث ثالث اند سو اون.
الكلام ده خد بالك جاهو من ناقص انفينيتي لحد زائد انفينيتي، يبقى السيجنال دي لو هي بالمنظر ده ومتكرره من عند ناقص انفينيتي لحد زائد انفينيتي، يبقى متحقق معاها الشرط ده ولا لا؟ متحقق، يبقى اذا السيجنال دي تبقى ساعتها بريودي. بس في واحد معترض، بقول له ايه وجه اعتراضك؟ قال لي خد بالك. قلت له ايه؟ قال لي الكلام ده ما هو ما كانش مثلث وبيتكرر. قلت له امال ايه؟ قال لا ده هم كانوا مثلثين وبيتكرروا، يبقى البريود بتاعتك هم هي 2 كابيتال تي وليس كابيتال تي. قلت له والله كلام مقنع. فاللي جنبه قال لا ده انتوا الاثنين غلط. قلت له ايه؟ قال لي ده هم كانوا 3 مثلثات وبيتكرروا. قلت له والله برضو كلام مقنع. طيب عشان نفض الاشتباك ده، مين فينا الصح؟ هل انا اللي بقول المثلث ده بيتكرر، ولا زميلي رقم 2 اللي بيقول لي لا ده هم مثلثين وبيتكرروا، ولا زميلي رقم 3 اللي هو بيقول لي لا ده هم دول 3 مثلثات وبيتكرروا؟ الحقيقه ان كلنا صح طالما بنتكلم على موضوع البريودستي بصفه عامه. طيب عشان يبقى في توحيد للمعايير بيننا احنا الثلاثه، يبقى لازم نجيب معيار واحد يصلح لنا احنا الثلاثه، فبنسميه الفاندامنتال بيريود، وبنطلق عليه رمز كابيتال تي وبنحط جنبها صفر، يعني بتطلق كابيتال تي نود. طيب التي نود دي تبقى ايه هي؟ هل هي الكابيتال تي ولا الاثنين كابيتال تي ولا الثلاثه كابيتال تي؟ قال لك هي ذا سمولست بوزيتيف فاليو اوف كابيتال تي، يبقى هي بوزيتيف، لازم تطلع بوزيتيف رقم واحد. رقم 2 هي اصغر واحد في الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم او في الاربعه اللي احنا قلنا عليهم او ايا كان البيريدز اللي انت تطلعها. ده ممكن ما يبقوش 3 ولا 4، خد بالك بقى. قال لك ده ممكن يبقى نسميها كده اكس اوف تي بلس ام كابيتال تي، حيث ان الام ده عدد صحيح، حيث ان الام ده عدد ايه؟ العدد صحيح، يعني انتجر فاليو. يبقى الكلام ده لو تحقق فور اول تي، يبقى الكلام ده اوتوماتيك هيتحقق ان الاكس ايضا بعد مرور عدد معين من البيريودز، ده معناها كده كلمه ام تي معناها ان عدد صحيح من البيريودز السيجنال ترجع تكرر نفسها مره ثانيه، يعني بعد مرور مثلثين ترجع تاني، او بعد مرور 3 مثلثات ترجع تاني تكرر نفسها اند سو اون. يبقى اذا الكلام ده ايضا يتحقق لو السيجنال بتاعتك بيريودك والشرط ده تحقق لها، يبقى اذا برضو الشرط ده يبقى متحقق، بحيث ان الام ده يبقى ايه؟ عدد صحيح. يبقى بعد مرور عدد صحيح من اللفات، يعني يكون انت اتميت اللفات بتاعتك، ترجع تعيد نفسك مره ثانيه. طيب الكلام ده مثلا نشوفه بمثال زي ما هو قدامنا كده، ان انا بقول مثلا لو دي الداله كوساين تي، الكوساين تي ديت اهي بتبتدي عند الصفر بواحد وبعدين تنزل لحد ناقص واحد وترجع عند الاثنين باي بصفر تاني، القيمه دي تقعد تكرر معاك اهو، كل دي ترجع تكرر معاك تاني، الكلام ده بيتكرر من ناقص انفينيتي لحد زائد انفينيتي. طب البيريود هنا قد ايه؟ هل هي 2 تي؟ تنفع. هل هي 4 تي؟ تنفع. هل هي 6 تي؟ تنفع. هل هي 8 تي؟ تنفع. كل دول ينفعوا. مين فيهم عايزين واحد بقى قلنا المعايير، يبقى مين الفاندمنتال بيريود اللي هو اصغرهم بالقيمه بوزيتيف اللي هي كام؟ اللي هي 2 باي، يبقى تي نود هنا ب 2 باي. بينما الكوساين 2 تي، هي علاقه الكوساين تي بالكوساين 2 تي؟ خدنا الكلام ده فين؟ شفته فين؟ شفناه في الترانسفورميشن بالنسبه للاندبندنت فاريبل، ان انا لما اضرب الاندبندنت فاريبل بتاعي في فاليو اكبر من الواحد السيجنال بتنكمش. يبقى السيجنال اوف 2 تي بص كده رسمتها، شفت انكمشت ازاي؟ هي الرسمه اللي فوق دي بس انكمشت، يعني اصبح التكرار بدل ما كان على 2 باي بدا يتكرر عند ايه؟ عند الباي. يبقى السيجنال هنا هتبقى بيريودك برضو، بس الفاندمنتال بيريود بتاعها بكام؟ بباي. الفاندمنتال بيريود بتاعها بكام؟ بباي. حلو. طب الكلام ده بالنسبه للكونتينوس تايم، هل الكلام ده ينطبق ايضا على الديسكريت تايم؟ قال لك ينطبق. يعني ايه؟ قال لك برضو نفس الكونديشن ده لو احنا خدناه في الاعتبار، يبقى اذا السيجنال دي هتبقى بيريودك، كلمه بيريودك معناها بتتكرر. طيب يبقى هتتكرر بعد قد ايه؟ قال لك يبقى هتتكرر بعد البيريود، يبقى بعد مرور عدد من معين من السامبلز يرجع السيجنال دي ترسم نفسها مره ثانيه. يبقى بنقراها كده ان السيجنال اكس اوف ان بعد مرور عدد معين من السامبلز اسمه كابيتال ان، حيث ان الكابيتال ان ده بيريود، ترجع السيجنال ترسم نفسها من الاول ثاني. يبقى وخد كمان خد بالك برضو الكلام ده فور اول ان، يعني برضو الكلام ده يبقى متحقق معاك من عند الناقص انفينيتي لحد الزائد انفينيتي. يبقى لو الكلام ده تحقق معاك، يبقى بنقول ان السيجنال اكس اوف ان دي هنقول عليها ان هي بيريودك. طب تعالى نبص عليها كده، هل السيجنال دي بيريودك؟ نبص على مثال اهو، او المثال ده لقى ان القيمه دي عند الصفر بدات تتكرر بعد مرور عدد معين من السامبلز كابيتال ان، وليكن مثلا 4 سامبلز، وليكن 4 سامبلز، هو طبعا هنا
السيجنال مقطوع، يعني ممكن يبقوا اربعه او اكتر، بس انا افترض جدلا ان هم اربعه مؤقتا، يبقى بعد مرور اربعه سامبلز هلاقي ان السيجنال دي بتتكرر. طيب طب مش واحد تاني يقول لي لا ده هم كانوا 8 وبيتكرروا، او والله مظبوط برضو. واحد تالت يقول لي لا ده هم كانوا 12 وبيتكرروا، برضو والله برضو مظبوط برضو. طيب يبقى اذا عشان نوحد المعايير نعمل ايه؟ نجيب الفاندمنتال بيريود. الفاندمنتال بيريود هنطلق عليه ايه؟ الكابيتال ان نود، هنرسم نحط صفر جنبها كده. طيب ايه هو الفاندمنتال بيريود ان نود؟ قال لك ده ذا سمولست بوزيتيف، لازم يبقى سمولست اقل واحد فيهم ويكون ايه؟ بوزيتيف. طبعا الكلام ده طالما متحقق يبقى اوتوماتيك ده متحقق، يعني ان بعد مرور بيريود او 2 بيريود او 3 بيريود او 4 بيريود او 5 بيريود هلاقي ان السيجنال بيتكرر نفسها مره ثانيه. يعني بمعنى بنقول بمعنى صح ان بعد عدد صحيح من البيريودز، حيث ان الام ده ايه؟ انتجر فاليو، يعني عدد صحيح، يبقى لو الشرط ده تحقق يبقى اوتوماتيك الشرط ده بيتحقق. ليه؟ لان فور اول ان، فور اول ايه؟ ان. تمام. طيب يبقى انا كده عرفت يعني ايه موضوع البريديستي. يبقى اذا لا خيار امامك عشان تثبت ان السيجنال دي بريودك الا ان انت تحاول توجد بريود ان بعد مرور الزمن البريود ده ان السيجنال بترجع تكرر نفسها مره ثانيه. لو لقيت الكلام ده متحقق هتقول له ان السيجنال بتاعتك بريودك، لو الكلام ده لا يمكن اثباته يبقى السيجنال بتاعتك ما هياش بريودك في الحاله دي. وبعدين بيقول لك خد بالك بقى من شوية نوتس كده وانت بتحل المسائل او ان انت بتدرس التوبيك ده او الساب توبيك ده. قلت له ايه هي النوتس دي؟ قال لك بالنسبة للكونستانت كونتينيوس تايم سيجنال الفاندمنتال، اول حاجة هي بريوديك ولا مش بريوديك. تعال نشوف كده، يعني ان انت مثلا تيجي ترسم كونتينيوس تايم سيجنال بس ثابتة، يعني ايه؟ واخدة قيمة كده معينة من عند الناقص انفينيتي لحد الزائد انفينيتي. طيب هل السيجنال دي بيريوديك؟ هي بتكرر نفسها عند اي بيريود، خدي اي بيريود ينفع. طيب مين فيها فين الفاندمنتال بيريود بتاعها؟ هل هو واحد؟ كلمه فاندمنتال يعني سمولست بوزيتيف. طيب ما لو واحد جاب لي واحد هقول له لا ده فين عند النص، واحد جاب لي عند النص هقول له لا ده فين عند الربع، وفي عند الربع هقول له لا ده بتكرر نفسها عند الواحد من عشرة، واحد جاب لي واحد من عشرة هقول له لا ده بتكرر نفسها عند الواحد من 100، واحد تاني يقول لي لا ده بيتكرر نفسه عند الواحد من 1000. كل ما تجيب لي بوزيتيف فاليو اجيب لك بوزيتيف فاليو اقل منه. طب يبقى فين السمولست؟ مش لاقينه، لان كل ما هتجيب لي فاليو هجيب لك فاليو اقل منها بوزيتيف برضه، والداله ستيل بتكرر نفسها عندها، يبقى مش هنلاقيه، يبقى انديفاين. يبقى ايه؟ كل ما هتجيب لي فاليو هجيب لك اصغر منها، يعني فاليو تكاد تلامس الصفر. تكاد تلامس الصفر دي اللي هي فاكرين لما بعمل انتجريشن وبجيب دي تي مثلا، هي بقى دي تي ديت هي برضو نفس الكلام، ان هي سمول يعني فيري سمول فاليو اللي هي تكاد تلامس الزيرو. تكاد تلامس ايه؟ الزيرو. يبقى ستيب تكاد تلامس الزيرو. طب هي كام يا سيدي؟ ما انا مش قادر اجيبها. طالما مش قادر تجيبها يبقى بنقول له ان الفاندمنتال بيريود للكونستانت، كونستانت يعني ثابته، كونتينوس تايم سيجنال از انديفاين. ليه يا سيدي؟ قال لك لان كل ما تجيب لي فاليو بوزيتيف قليله هجيب لك واحده اقل منها، يبقى مش هتقدر توصل لكلمه سمولست، يبقى there is no smallest positive value of t، وبالتالي تبقى undefined. طب الكلام ده بالنسبه للديسكريت تايم سيجنال اخباره ايه؟ قال لك لا هنا بقى مختلف. لو جيت ترسم سيجنال ديسكريت ثابته اهو عند مثلا عند الصفر، وادي عند الواحد، وادي عند الاثنين، يبقى وادي عند الثلاثه، يبقى انت عمال ترسم في كل الاحوال الفاليو الثابته دي من اول الناقص انفينيتي لحد الزائد انفينيتي. جميل جدا. طب الكلام ده هل اقدر اقول بقى ان السيجنال دي متعرفه عند فاليو سمولست ومش قادر اجيبها؟ لا، ده هنا بقى الموضوع مختلف. هنا الموضوع ايه؟ مختلف. ليه؟ لان لو دي صفر هتبقى دي واحد، هتبقى دي اتنين، هتبقى دي تلاته، يعني السيجنال بتبقى معرفه عند الانتجر فاليوز فقط لا غير. وبالتالي هنا اقدر اقول واحد يقول لي لا ده البيريود هنا السمولست تلاته، لا يقول له لا ده السمولست اتنين، لا ده السمولست واحد، في اقل من واحد؟ لا مفيش. يبقى هو السمولست ايه؟ السمولست بوزيتيف فاليو في كابيتال تي هنا، كابيتال ان هنا تبقى كام؟ تبقى واحد. يبقى اذا بالنسبه للكونستانت ديسكريت تايم سيجنال اقدر اجيب السمولست بوزيتيف اللي هو ايه؟ واحد، اللي هو ما بتنتقل من سامبل لاخرى، والانتقال ده هو نقله لا تقل عن واحد في كل حال من الاحوال، لان السيجنال غير معرفه غير عند الانتجر فاليوز اوف ان،
لو دي لسمول ان يبقى اذا غير معرفه غير عند الصفر والواحد والاثنين والثلاثه ومضاعفاتهم او الاعداد الصحيحه كلها، وعند الناقص واحد وناقص اثنين وناقص ثلاثه سون لحد ما اوصل برضو الناقص انفينيتي. يبقى الكلام ده اقدر اجيب له سمولست فاليو اوف كابيتال ان اللي هي بواحد. وعشان كده النوت بتقول لك ان الفاندمنتال بيريود للكونستانت ديسكريت تايم سيجنال از ايه؟ از 1. يبقى خد بالك في تفرقه ما بين الكونتينوس تايم سيجنال والديسكريت تايم سيجنال اللي هي كونستانت. هنا الفاندمنتال بيريود انديفايند، بينما هنا الفاندمنتال بيريود بواحد. وبعدين بيقول لك في الملحوظه رقم 3 ان انت لو عملت يونيفورم سامبلنج لبيريودك كونتينوس تايم سيجنال، يعني هي كونتينوس تايم وهي بيريودك، لو جيت تعمل لها يونيفورم سامبلنج يعني انت قعدت كل فتره من الزمن اسمها دلتا تي او دلتا اس تاخد سامبل، الناتج ده هيطلع ديسكريت، ممكن هيطلع ديسكريت، بينما ان الناتج ده ماي نوت بي بيريودك. يبقى لو السيجنال الاصليه بيريودك وانت بتعمل يونيفورم سامبلنج، قال لك في الحاله دي ممكن الناتج يطلع بيريودك وممكن ما يطلعش بيريودك. الكلام ده هتشوفه في الكتاب، لو انت فتحت الكتاب بتاعك صفحة 29 هتلاقي ان هو بيقول لك مثلا مثلا كوساين تي على 6 دي سيجنال دي بيريودك طول الوقت، لو بينما لو انت جيت خدت الديسكريت تايم كيس بتاعتها تبقى كوساين ان على 6. قال لك في الحالة دي بيريودك طول الوقت ودي ما هياش بيريودك. فده مثال لان انت لو جيت تعمل يونيفورم سامبلنج، هنا معناها ايه؟ معناها ان انت بتاخد كل ثانيه بتاخد 6 سامبلز، يعني كل واحد على 6 من الثانيه بتاخد سامبل، فانت كل مرور 6 سامبلز ترجع تاني ل ترجع تاخد كام؟ تاخد كل ثانيه تاخد 6 سامبلز، تاخد 6 سامبلز في الثانيه الواحده. ده معناه ان ايه؟ ان يونيفورم سامبلنج اهو بمقدار 1 على 6 من الثانيه باخد سامبل. يبقى اذا لو السيجنال دي بيريودك طول الوقت اليونيفورم سامبلنج بتاعها ما طلعش بيريودك، يبقى ممكن يطلع بيريودك وممكن لا. طبعا هتلاقي فيه برضه في الصفحه 29 بيج نمبر 29 في الكتاب في البوك اللي انا بعته لك، هتلاقيه مديك مثال ان بيقول لك ان انت عندك كوساين ممكن تطلع حاجه زي كده تبقى 2 باي ان على 31 مثلا، فدي ممكن تبقى بيريودك سيجنال. انت ارجع للكتاب وهتلاقي هو ضرب لك مثال وشرحه لك. فالبوينت دي اوريدي خلاص مثبوته اوريدي، بيقول لك اليونيفورم سامبلنج لبيريودك كونتينوس تايم سيجنال ممكن ما يبقاش بيريودك، وهو بيديك مثال عليها. طيب المثال رقم او النوت رقم 4، لو انت جيت تجمع اثنين كونتينوس تايم سيجنال كونتينوس تايم سيجنال والاثنين بيريودك، قال لك المجموع ممكن ما يبقاش بيريودك، ممكن. طيب ولو جمعت الاثنين ديسكريت تايم بيريودك سيجنالز، لو هم بقى الاثنين بيريودك بس ديسكريت تايم، قال لك الاثنين لابد ان يطلعوا ايه؟ لابد ان يكون المجموع ده بيريودك. طيب ايه اللي يحل لي الاشكاليه دي؟ كلمه ماي نوت دي ممكن تبقى وممكن ما تبقاش، وهنا اولويز يعني هنا دايما تبقى بيريودك. طب مين اللي يحل لي المشكله دي؟ امتى اثبت بقى ان هي بيريودك المجموع ده، وامتى ما اثبتش، وامتى اثبت برضه ان هو مش بيريودك؟ النوت رقم 5 بتحلها لك، قال لك ذا سم اوف تو بيريودك سيجنال is periodic only امتى؟ if ان السيجنال الاولى لما تعمل عدد صحيح من اللفات تكون السيجنال الثانيه with period تي تي 2 عملت عدد صحيح اخر من اللفات. في الحاله دي ان بعد مرور الزمن ده هلاقي ان السيجنال دي ترجع نقطه البدايه، وهلاقي ان السيجنال 2 رجعت لنقطه البدايه، ويبداوا الاثنين مع بعض مره ثانيه. طيب ده معناه ان كده عدد صحيح، والتي 1 هي البريود بتاع السيجنال الاولى، والال عدد صحيح اخر، والتي 2 هي البريود بتاعت السيجنال الثانيه. طب لو انا قسمت تي 1 على تي 2 يديك ايه؟ تي 1 على تي 2 هي ال على كي، هي ال على ايه؟ كي. طب مش ال ده عدد صحيح؟ تمام، يبقى انتجر فاليو، والكي ده عدد صحيح يبقى انتجر فاليو. يبقى انتجر على انتجر يديك حاجه اسمها راشونال نمبر، عدد نسبي. يبقى لو انت جيت تقسم البريود الاول على البريود الثاني واداك عدد صحيح على عدد صحيح، يبقى في الحاله دي انت هتقول له اوتوماتيك اذا ان المجموع ده بيريودك، هتقول له ان المجموع ده ايه؟ بيريودك. تمام. يبقى واحد يسالني طب هو لو طلعت 5 هو هل ده راشونال نمبر؟ طبعا ده راشونال نمبر، لان المقام بتاعه بواحد، يبقى 5 على 1 عدد صحيح على عدد صحيح يبقى بايه؟ براشونال نمبر. يبقى اذا كل الاعداد الصحيحه هي راشونال نمبر.
يبقى لو اسجلت اسم وطلع عدد صحيح او طلع عدد بمعنى صح راشونال نمبر يعني انتجر فاليو على انتجر فاليو، طلع 2 على 5 طلع 3 على 7 ايا كان الرقم طالما عدد صحيح وتحت عدد صحيح يبقى بنطلق عليه ان هو راشونال نمبر، يبقى تحقق شرط ان المجموع ده يبقى ايه بيريودك. واحد هيسالني سؤال، طيب في الحاله دي انت اثبتت ان هو بيريودك، السؤال التالي مباشره على طول في اي مساله هيقول لك اثبت ان هي بيريودك، ولو طلعت بيريودك طلع لي البيريود بتاعها. طب انا اجيب البيريود ده منين؟ خد بالك لازم البيريود ده يكون ينفع يتقسم على البيريود الاولاني ويديني عدد صحيح، ولازم ينفع يتقسم على البيريود الثاني ويديني عدد صحيح، لان حصل الضرب ده وحصل الضرب ده وهو هو نفس الايه البيريود اللي انا بدور عليه. طب الكلام ده رياضيا يبقى اسمه ايه؟ اسمه الليست كومون مالتيبلاير، اسمه الليست كومون ايه اللي هو المضاعف المشترك الاصغر للعددين تي 1 وتي 2. طب انا اجيبه منين؟ اجيبه منين؟ قال لك السلايد دي بتحلها لنا. عشان تجيب الليست كومون مالتيبلاير اللي هو المضاعف المشترك الاصغر، هنفترض بقى جدلا ان هم مش 2 سيجنالز بس، هم مثلا وليكن 4 سيجنالز 5 سيجنالز، او وليكن مثلا الاولانيه البيريود بتاعها ب 4 والثانيه 7 والثالثه 12 والرابعه 21 والخامسه 42. هنفترض ان دول هم البيريودز او الفاندمنتال بيريودز بتوع الخمسه سيجنالز اللي هم مجموعهم انا عايز اجيب الفاندمنتال بيريود بتاعه، مفترض ان هم طلعوا المجموع بتاعهم بيريودك فانا عاوز اجيب الفاندمنتال بيريود بتاعه، فبروح رصصهم كالاتي زي ما هم مرصوصين قدامك كده، بعمل جدول وبسيب التوب رو فاضي، بسيب الايه الصف الاولاني فاضي، وبعدين بحط الفاليوز دي سواء بترتيب او من غير ترتيب. جميل جدا، رصيتهم اهم الاربعه والسبعه وال12 وال21 وال42 اهم، وسبت التوب رو بتاعهم فاضي. قال لك بتجيب البرايم نمبرز، مين هم البرايم نمبرز؟ اللي هم الاثنين ها والثلاثه وبعدين ها الخمسه والسبعه. البرايم نمبر معناه ايه؟ معناه انه هو العدد الصحيح الذي لا يقبل القسمه الا على نفسه هو الواحد الصحيح. تمام؟ يبقى اذا لو انت جيت تجيب البرايم نمبرز هتلاقيهم الاثنين بادئين من عند الاثنين، يبقى هتبدا تقسم الارقام دي على اثنين. هل ينفع القسم على اثنين؟ اي واحد فيهم ينفع يبقى القسم على اثنين؟ اه الاربعه ينفع تقسم على اثنين. يبقى اذا بحط الاثنين دي في اول سيل بعد في الكولوم الثاني، او حطيت الاثنين هنا وبعدين ببدا اقسم 4 على ال 2 فيها ال 2، طب 7 على ال 2 ما تدينيش عدد صحيح، يبقى لو ناتج القسمه لا يعطي عدد صحيح بحط الرقم زي ما هو، يبقى ال 7 على 2 مش لا تديني لما لا تعطي رقم صحيح بحط ال 7 زي ما هي، 12 على ال 2 فيها ال 6، 21 على ال 2 ما تدينيش عدد صحيح بنزل 21 زي ما هي، 42 على ال 2 تديني عدد صحيح اللي هي 21، يبقى بحط ناتج القسمه طالما مديني عدد صحيح. طيب هل انا كده خلصت؟ لا، برجع اشوف تاني الناتج ده النواتج دي ينفع تتقبل القسم على اثنين مره تانية؟ هل فيهم اي رقم ينفع يقبل القسم على اثنين مره تانية؟ اه دي ينفع ودي ينفع، يبقى اذا بروح جاي في الكولوم اللي جنبه وبرضه احط اثنين وببدا اقسم تاني، يبقى الاثنين على اثنين تدينا عدد صحيح اه بواحد، 7 على 2 قلنا ما تنفعش تنزل ال 7 زي ما هي، 6 على 2 اه ينفع فيها الثلاثه عدد صحيح، 21 على 2 ما يدينيش عدد صحيح يبقى ال 21 زي ما هي، وبرضه ال 21 زي ما هي تنزل 21. هل دول ينفع يقبلوا الاسم على الاثنين مره تانية؟ اشوف كده مفيش ولا فاليو فيهم ينفع يقبل الاسم على الاثنين، خلاص يبقى الاثنين دورها خلص. مين العدد الاولي البرايم نمبر اللي بعد الاثنين؟ الثلاثة. اشوف هل في اي رقم من دول ينفع يقبل الاسم على ثلاثة؟ اه عندي ده ينفع يقبل الاسم على ثلاثة وده ينفع يقبل الاسم على ثلاثة، يبقى اذا بحط الثلاثة في سيل جديدة جنبهم وببدا اقسم، واحد على الثلاثة ما يدينيش عدد صحيح ينزل واحد زي ما هو، السبعة لما تقسم على العدد على الثلاثة لا يعطي عدد صحيح يبقى ينزل السبعة زي ما هي، التلاتة على التلاتة بعد الصحيح بواحد تنزل الواحد، 21 على التلاتة بعد الصحيح فيها السبعة، 21 على التلاتة في عدد الصحيح اللي هي السبعة. هل ينفع دول يبقى ينفع يقبل الاسم على التلاتة مرة تانية؟ لا خلاص يبقى التلاتة دورها انتهى. مين البرايم نمبر اللي بعد التلاتة؟ الخمسة. هل في أي رقم من دول ينفع يقبل الاسم على الخمسة؟ لا يبقى الخمسة دورها منتهي من قبل ما يجي، يبقى مش هتتكتب. طيب مين العدد البرايم نمبر اللي بعد الخمسة؟ السبعة. هل في أي واحد من دول ينفع يقبل الاسم على سبعة؟ اه الرقم ده ينفع والرقم ده ينفع والرقم ده ينفع، يبقى بحط السبعه في كولوم جديد في على راس كولوم جديد وبجري عمليه قسمه تاني، واحد على السبعه ينفع يبقى القسمه يديني عدد واحد صحيح؟ عدد صحيح لا، يبقى اذا ينزل واحد زي ما هو، سبعه على السبعه اه في عدد صحيح بواحد، واحد على السبعه ما ينفعش مش هيديني عدد صحيح ينزل واحد زي ما هو، سبعه على السبعه بواحد وسبعه على السبعه بواحد. العمليه دي طالما لقيت ان الفاليوز الاخيره كلها بوحايد اعمل ستوب،
اعمل ايه؟ استوب، خلاص انا توقفت. قال لك خد بقى التوبرو اللي هو القيم اللي عندك اللي انت كتبتها فوق دي، اضربها في بعض، يبقى هو ده هيديك الفاندمنتال بيريود اللي انت بتدور عليه. يبقى 4 2 في 2 ب 4 في 3 ب 12 في 7 ب 84. يبقى حاصل الضرب ده يبيزن ال 84 دي هي الفاندمنتال بيريود اللي انت كنت بتدور عليه، او اللي هو الليست كومن مالتبلاير للاعداد الخمسه دول. طيب يا دكتور الطريقه دي يعني مش يعني ممكن تبقى متوهني وانا ممكن ما اوصلش ليها. قال لك والله في الحاله دي خد بالك بقى الطريقه كلها مذكوره هنا في الخطوات اهو. قال لك لو لقيت برايم نمبر مش موجود اعمل له نيجليكت كما لو كان مش موجود زي الخمسه في المثال ده. طيب الطريقه دي طالما كبيره او يعني بتاخد وقت طويل بالنسبه لك، انت امسك الاعداد اللي انت عايز تجيب الليست كوم مالتي بلاير بتاعها، خد اكبر واحد فيهم. هل ينفع يقبل الاسم على الاعداد كلها الباقيه ويديك اعداد صحيحه؟ لو نفع يبقى هو نفسه ايه؟ الليست كوم مالتي بلاير. يعني ال 42 على ال 21 ينفع تقبل الاسم وتديك عدد صحيح؟ اه فيها الاثنين. ينفع تقبل الاسم على 12؟ لا ما تدينيش عدد صحيح، يبقى اذا ال 42 ما تنفعش. ابدا اخد اكبر رقم فيهم ده اللي هو ما ينفعش واضربه في 2 واشوف الناتج بتاعي، هل حصل الضرب ده يقبل ينفع الاسم على الخمسه ولا لا؟ 42 اوريدي في 2 ينفع يبقى الاسم على 42 فيها الاثنين. 42 في 2 بكام؟ ب 84. ب 84 على 21 فيها الاربعه، على 12 فيها السبعه، على السبعه فيها ال 12، على الاربعه فيها ال 21. اه يبقى اذا ال 84 هي الليست كوم مالتبلاير بتاعي. طب لو بافتراض جدلا ان هو مش ال 84 كنت هضرب في 3 واشوف الناتج ينفع يبقى الاسم عليهم الخمسه ولا لا؟ ما ينفعش اضرب في 4، ما ينفعش اضرب في 5. ليه؟ لان الليست كوم مالتبلاير هو لازم يطلع مضاعفات العدد الكبير ده. بس طبعا مضاعفاته بالنسبه للعدد الكبير هيبقى مثلا لو انت بتتكلم على ال 84 هو ضعفين فقط، بينما ده هو كام؟ هو 21 ضعف. يبقى اذا كنت انت مثلا تجيب الرقم الاكبر ومجرد ان انت تضربه في 2 وتشوف الناتج هل ينفع يبقى الاسم عليهم كلهم ولا لا، تضربه في 3 ينفع الناتج ينفع يبقى الاسم عليهم كلهم ولا لا، ما ينفعش تضرب في 4 او لو ما ينفعش 3 تضرب في 4، لو ما ينفعش في 4 تضرب في 5، اند سو اون لحد ما هتوصل لان الرقم اللي انت وصلت له ينفع يبقى الاسم على الارقام كلها. في الحاله دي يبقى هو ده ناتج الليست كومون مالتبلاير. يبقى اذا مشيت بالطريقه دي او مشيت بطريقه ان انت تجيب اكبر رقم فيهم وتحاول تقسمه عليهم كلهم او تجيب مضاعفاته وتقسمه عليهم كلهم، في كل الاحوال هتقدر توصل للليست كومون مالتبلاير اللي هو كان بيجاوب لنا على سؤال ايه؟ ان لو انا اثبت ان مجموع عدد معين من السيجنالز بيريودك ازاي تجيب الفاندمنتال بيريود بتاعه ان هو الليست كومن مالتبلاير اللي هو المضاعف المشترك الاصغر للبيريود الاولاني او البيريود الثاني. ممكن بقى هنا زي ما احنا شايفين شفنا في المثال ان ممكن ما يبقوش 2 بيريودز بس، لا ده ممكن يبقوا 5، ممكن يبقوا 6، ممكن يبقوا 3، ممكن يبقوا 4، ايا كان عددهم. فاما ان انت تمشي بالطريقه دي او ان انت تمشي بالطريقه الاخيره اللي هي ان انت تجيب اكبر واحد فيهم وتقسمه عليهم كلهم او مضاعفاته او ايه مضاعفاته لحد اصغر واحد من مضاعفات العدد الكبير اللي ينفع يبقى الاسم عليهم كلهم بما فيهم نفسه. هو اوريدي مضاعفاته هينفع يبقى الاسم على نفسه، يبقى لازم يقبل على بقيه الاعداد. اصغر واحد في مضاعفات العدد الكبير هو ده اللي هيبقى الليست كومون مالتبلاي اللي هو الليست كومون ايه مالتبلاي. تمام، ويبقى احنا كده خلصنا موضوع البريوديسيتي.